تنضم إلينا من أكاديمية الأوقاف مراسلة النيل الزميلة أسماء حسن. أسماء، كيف تابعت إذن افتتاح دورة تدريب الأئمة السودانيين؟ تحية لك في البداية محمد، تحية للسادة المشاهدين. بالفعل افتتحت وزارة الأوقاف الدورة التدريبية لتدريب الأئمة بين شركاء الوادي. هذه الدورة تستمر لمدة 15 يوما وتناقش عدد من المحاور، من بينها تجديد الخطاب الديني، تفنيد الفكر المتطرف، نشر الفكر الوسطي المستنير. هذا الافتتاح حضره معالي السفير السوداني في مصر ومعالي وزير الأوقاف السوداني ومعالي وزير الأوقاف المصري وعدد من الأئمة سواء من مصر أو السودان وعدد من الواعظات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور محمد مختار الجمعة وزير الأوقاف المصري. معالي الوزير، أهلا بك معنا على شاشة النيل أخبار. أهلا بحضرتك وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك يا فندم. افتتاح هذه الدورة التدريبية بين شركاء الوادي في هذا التوقيت، ما الهدف منه وأهميتها أيضا؟ بداية برحب بمعالي الصديق الزميل الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية بدولة السودان الشقيقة، وبمعالي الدكتور عبد الرحيم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وكل قيادات الوزارة والمجمع. هذه دورة مشتركة في إطار العمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والدولة السودانية. يأتي الخطاب الديني من الأهمية بمكان، لأننا جميعا وجهنا تلك الجماعات المتطرفة التي تجارت بالدين وشكلت خطرا على الدولة الوطنية سواء في مصر أو في السودان. هذه النقلة نحن بنعيش يعني هما مشتركا في استعادة الخطاب الديني من مختطفيه، في نشر الفكر الوسطي، في تفنيد الأفكار المتطرفة، في ترسيخ التعايش الوطني على أرضية وطنية، الإيمان بالعيش المشترك، ترسيخ فقه المواطنة والمواطنة المتكافئة بين جميع أبناء الوطن الواحد. هذه الدورة تهدف إلى توحيد وتعزيز المفاهيم، العمل المشترك، مفاهيم الوسطية، مفاهيم الولاء والانتماء، التأكيد على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، حالة من التعايش بين أئمة المساجد الكبرى في الدولتين الشقيقتين تؤدي إلى مزيد من التواصل والعمل المشترك في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لحضرتك. معالي وزير الأوقاف السوداني السيد نصر الدين مفرح، أهلا بكم معنا على شاشة النيل أخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بأشقائنا في جمهورية مصر العربية. أهلا بحضرتك يا فندم. العلاقات المصرية السودانية تمتد لسنوات طويلة سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي، شهدت مؤخرا تطورا متنوعا، ولكن هذه المرة التعاون يحمل طابعا دينيا. كيف يمكن الاستفادة من هذا التعاون بين البلدين؟ جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بيناتهم مشتركات متعددة، لا أحد يستطيع على مر الزمان والمكان أن يلغي هذه المشتركات، مشترك التاريخ، مشترك الجغرافيا، مشترك النيل اللي بيقسم بلادنا لشمال وجنوب، ويختتم مسيره ومسيرته بجمهورية مصر العربية، وكذلك مشترك العروبة ومشترك الإسلام ونمط التدين البسيط الساهل فيما نسميه بمبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف. يمكن في هذا المبدأ نحن في الوزارتين، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في السودان ووزارة الأوقاف في مصر، نحن بنشتغل أصلا على القيم واستنهاض همم الناس في الدعوة الحقة. رسالة الإسلام رسالة بسيطة وساهلة ورسالة تصلح لكل زمان ومكان. في كثير من مناحي الحياة في جانبين المصري والسوداني يمكن يكون هنالك جماعات يعني حاولت أن هي تستلب وتقطع الطريق على خطاب الوسطية والاعتدال وتؤدلج الخطاب على أساس أنه يكون خطاب متطرف، خطاب تكفيري، خطاب لاغي للآخر، ليس هنالك تعايش، ما في إسلام إلا هم. فبالتالي جئنا بالورشة التدريبية للأئمة والدعاة في السودان ومصر، انتقينا لها مجموعة من الشباب يتصدوا لهذا المبدأ العظيم، مبدأ الوسطية والاعتدال ومبدأ التسامح في التعامل وانتهاج نهج الحوار
بالتي هي أحسن لنوصل هذا الدين إلى مبتغاه. جينا كذلك لنعزز مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والواجبات في البلدين، ويمكن هذا المنظور وهذا المبدأ العام الذي تشتغل عليه هذه الدورة طوال فترة الأسبوعين. نسأل الله أنه يوفق أبنانا الدعاة وإخواننا الدعاة لما نصبوا إليه بمخرجات هذه الورشة، وسيكون هنالك ورش تدريبية متقدمة سواء كان في السودان وفي جمهورية مصر العربية لتعزيز مبدأ التعايش والتصالح العام بين الشعبين وتعزيز المشتركات الكبيرة اللي تكلمنا عنها في بداية هذه الجملة. شكرا جزيلا معاليكم. شكرا. شكرا. هكذا تابعنا معكم مشاهدينا افتتاح الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة بين مصر والسودان. أيضا أود أن أشير إلى أن بعض الأئمة من دولة السودان الشقيقة قد قدموا الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الأوقاف المصرية على هذا التعاون وهذه الدورة التدريبية التي يستفيدون منها بالتأكيد وعند عودتهم مرة أخرى للسودان. إليك مرة أخرى. شكرا لك يا زميلة أسماء حسن مراسلة النيل من أكاديمية الأوقاف. شكرا لك.